أنا بدأت المهنة دي وأنا عندي 8 سنين، أنا دلوقتي عندي 65 سنة. الغريب فيها إن هي مفيش حد عاوز يقرب ليها ويتعلمها، بس هو ده الغريب فيها. المهنة ديت من أيام الفراعنة. قابلت الرئيس طبعا، قابلته وبسط بالإنتاج بتاع الفخار وقال لي أعمل لك مدرسة. البداية اللي تخلي الفريق كله يشتغل الدولاب ده طالما اشتغل يبقى الفريق كله يشتغل. الدولاب ده لو ما اشتغلش الفريق كله بيستنى لما يطلع شغل يشتغلوا عليه، وبعدين بعد كده تدخل بقى على اللي هينحت، على اللي هيلون كده، يعني كذا كذا واحد بيشوف الحاجه اشتغل فيها، يعني مش واحد بس اللي بيشتغل. انا بدات المهنه دي وانا عندي 8 سنين، انا دلوقتي عندي 65 سنه والله الحمد لله. ف يعني المهنه دي مهنه حلوه، فاللي يحبها طالما حبتها بتستمر فيها، وطالما اشتغلت فيها باخلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه بيعوضك فيها كل خير، مهما كانت مهنه زي ما انت شايف يعني على القد مش فيها. بس الاخلاص برضه حلو في الشغل بتاعتنا دي، لان المهنه ديت من ايام الفراعنه، مش لسه يعني المهنه دي مش لسه حاجه جديده، من ايام الفراعنه. تبص تلاقي على الجدران اواني فخاريه للطهي والديكور، نفس ده تلاقيه من الفات السنين، يعني نفس اللي انت بتشوفه ده اللي فات السنين موجود عندنا في المتاحف وفي، لا نفس الحاجات دي، بتقول الحاجات دي من اللي فات السنين وهو موجوده، يبقى معنى كده ان المهنه دي هنا المفروض يتحافظ عليها. احنا هنا في مصر هنا نحافظ على مهنه زي دي. وبعدين انت ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من الطينه دي، يعني حتى مذكور في القران ان احنا اتخلقنا من الطينه دي، خلق الانسان من صلصال كالفخار. فيعني دي هنا اعتبر شوف مذكوره في القران مهنة حلوة، بس يا ريت اللي يحس بيها ويعرفها. ما انا دلوقتي متعتي في الشغل، لان ده عمري في حالي. انا بقول لك انا عندي 8 سنين، يعني دلوقتي 57 سنة وانا بشتغل، فدي حاجة متعة. لو انا مش حاسس بيها عمري ما كنت استمر كده. وبعدين انت خلاص بقت امكانية ان انا مثلا بكلمك اهو والشكل اللي في دماغي اللي انا بعمله، فاهم؟ حتى لما جه هنا جينا الرئيس هنا وشاف المنتجات قبل ما ننزل للشغل، قال لك الحاجات دي مكن بيعملها ازاي؟ قال له لا ده مش مكن، ده يده وكل. هو نفسه بقى معجب بالحكايه دي، يعني هو نفسه بقى معجب بالموضوع ده. قابلت الرئيس طبعا، قابلته وبسط بالانتاج بتاع الفخار، فاهمني؟ وقال لي اعمل لك مدرسه، لان الفخار ده خساره ان هو والله من بقه كده ويتكلموا لسه في موضوع المدرسه، تبقى مدرسه تبع الدوله يعني الاساس اتعلم فيها. بدا طالما ما فيش اجيال بتتعلم لازم تتعلم اجيال. لا ضربت كتير. ضربت بقى مش ضربت عشان اتعلم، اتدربت عشان اتعلم، لان يعني كان في ناس مش عاوزانا ان انا اتعلم، لكن انا كنت فاهمي خفيف وتعلمته بسرعه. هو ده اللي هي دي كانت مشكلتي في المهنه دي. بمعنى يعني انت مثلا شغال في وسط مثلا 3 4 على دواليب زي كده، وفي واحد من اللي انا بشغله في شو حاجه طلبت منه ما عرفش يعملها، هاتوا عادل اللي ينزل يعملها، وعادل صغير بالنسبه له صبيه، فاهمني؟ فازاي بقى يعني ان الصبي ينزل يعمل حاجه اللي الصناعي اللي هو اللي بيشتغلها ما يعملهاش؟ دي كانت اول حادثه ليا لما اتعلمت. الشاب النهارده بيدور على توك توك ينزل عليه يجيب له 100 جنيه 150 جنيه، هيجي اتعلم بقى خد لي 20 30 جنيه دلوقتي على ما اتعلم اخد لي سنه ولا بتاعه؟ وبعدين اهم حاجه يكون هو جواه عاوز يتعلم. مش هتجيب واحد غصب عنه يتعلمه، يعني مش هينفع تجيب واحد زي المدرسه طالما العيل مش غاوي، لو حتى تعمل معاه ايه؟
نفس الحكاية في المهنة بتاعتي. غاوي والله أبصت لي سهلة أو نتعلم. إن في عيال صغيرة ولاد ناس هنا عندهم أماكن علموهم. علموهم شغل الدولاب ده. لأن اللي بيشتغل طبعا في المهنة عارف إن أهم حاجة في الشغل هي الدولاب ده. زبائن فيه كتير في الغرابة إن هو تيجي الزبون تبقى له حتة شغل مثلا ولا حاجة ما شافش عدت على كم مرحلة مثلا. يجي يقول لك مش حتة الطينة دي اللي لما تيجي تقول دي بكذا يقول لك هي دي حتة الطينة ذات دي بحالة كذا. دي بتبقى بالنسبة لي غريبة. طب يا عم شوف دي عدت على كم مرحلة وشوف كم واحد اشتغل فيها وشوف بتقعد بتحكي قصص بقى. ده طين أسوان اللي بيجي من أسوان. في جبال في أسوان محاجر يعني كده. بيجيبوا هنا الطين ده هو كتل كده تيجي لنا هنا احنا بقى نقحها في ميه يفضل يعجن بيها في رجله لغايه ما تبقى زي كده لغايه ما تيجي على الشغل زي كده. يعني بتاخد كذا مرحله على ما توصل لك كده. الاكل في الاواني الفخاريه اهم حاجه ان الاكل دوت مش هتلاقي اكل تاني زيه ولا في المونيا ولا في اي حاجه من اللي طالعه صحيه زي الاواني الفخاريه كاكل وشرب وكل حاجه. لان حاجه طبيعيه مش متضاف لها اي حاجه. طينه عارف يعني ايه حاجه طبيعيه ولا الامونيا يبقى الرصاص بتاعها طالع في الاكل ولا فاهم. فدي حاجه طبيعيه من الطبيعه حاجه من الطبيعه عشان كده تلاقيها في الاكل والشرب. يعني حتى شوف زمان كان الدكاتره يقول لك ما تشربش من ثلاجه وهتقول لك الدكاتره كان زمان تقول لك كده. كان تقول لواحد لما يكون تعبان ولا حاجه صدره تعبه ونشرب ماء ساقعه والكلام ده يقول له ما تشربش ماء ساقعه هات لك قله واشرب فيها. فبص الحاجات دي كلها صحيه الفخار كله صح. احنا هنرجع تاني للعهد بتاع ان ناكل في الفخار ونشرب في الفخار. يعني دلوقتي حاسس ان راجع تاني الكلام ده. كله عارف ان باخد قله بشرب فيها بحس بميه حلوه بشربها. كله عارف بياكل في طاجن بيقول لك ده طعم الاكل بيبقى احلى في الطاجن. يعني ابتدت الناس ايه توعى للحاجات دي. اصل الناس كلها جربت المرض كتن بسبب الحاجات اللي احنا بناكل فيها. الاواني والحاجات اللي بتطلع دي كلها والله كل الناس حست بالموضوع ده. فلما رجعنا الناس بقى ابتدت طواجن وتلاقيها في المحلات دلوقتي كترت عشان المحلات بتاعت الاكل تلاقي كترت قوي موضوع الطواجن والحاجات دي. كله عارف ان دي الحاجات الصحيه اللي بتخلي البني ادم ياكل لقمه بطعم. انا هنا ببدا من اكل وشرب وحاجات ديكورات. بص اي حاجه للمنزل يعني اي حاجه للمنزل هتلاقيها موجوده. واحد عاوز يحط فازه في البيت يجيب فازه حلوه يطلع الفازات كده ياخد فازه. واحد عاوز يجيب حاجه للاكل بيدخل ياخد طاجن فاهمني. ابليك للاضاءه في البيت يعني عندك كل حاجه تلاقيها موجوده. يعني اي حاجه للبيت هتلاقيها موجوده.